السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المنبر بغيت نوجه نداء إلى أعلى سلطة في البلاد، اللي هو عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وإلى الوزير الأول، وإلى وزير التربية، وإلى والي الولاية، وإلى مدير التربية للولاية. البارح جانا خبر مفرح ونزل علينا كالصاعقة، اللي هو إدماج الأساتذة المتعاقدين، ولكن للأسف الشديد هذا الخبر ما فرحناش احنا، فرح الناس اللي ما لازمش تفرح، ولكن الناس اللي لازم تفرح لغالب ما انا واحد من الناس ما فرحتلوش، مانيش انسان اناني، ولكن هذا قرار كما نقولوا ظالم، لانه القرار اليوم رحت للاكاديمي، رحت للمديريه التربيه تاعنا كما انني كل يوم في المديريه راكم تعرفوا، رحت لهم قال لك القرار هذا جانا من عند الوزاره، ويدو غير الناس اللي راهم على مناصب تاعهم يدمجوهم. الإدماج هذا على أساس واش غادي يجي؟ لازم الأقدمية والخبرة، عدنا الأقدمية وعدنا الخبرة وما نش خدامين سنة. لماذا ما نش خدامين سنة؟ لأنني أنا عندي ليسونس من 2012، والناس اللي خدامة سنة عندها من 2019-2020-2021. دخلت بصاحبي وصاحبك، ما نش بنقولوها بالكلمة، كيفاش أدخل أنا من 2012 ما نش خدام وهو 2019 رها خدامة؟ بصريح العبارة معناتها أنتم السلطات العليا ما على بالكم شراه كاين تحت في الأكاديمي، التعليم تاعكم بعين الاعتبار ما داوهاش بعين الاعتبار، معناتها قالوا بنتي 2019 راهي تخدمي 18 تخدم 17 تخدم 16 تخدم، وانايا 2012 مانيش خدام. معليش انتم ما على بالكمش بهذه ليسونسيال، انتم كي درتوا الادماج معناتها راه حاسبين باللي الناس اللي راهي خدامه سنه معناتها هما اللي عندهم الأقدمية والخبرة. لا، ما عندهم لا أقدمية لا خبرة، وأنا مانيش جو سوي با كونتر، أنا مانيش كونتر هاد الناس، ولكن أنا نهضر على الناس مساكين اللي تعبوا، أنا نهضر على روحي. لا ليسونس 2012 رانا في 2022، عيبة تخرج 2022، هاي هذا ماستر، شهادة ماستر. عندي شهادة أخرى هاي وينا، هذه الانفورماتيك معليش نقولها لكم، وهذه لا توبوغرافي، ما يهموناش الشهادة قرينا باطل معليش ليسونسيال. نعطيكم الشهادات الإدارية اللي عندي 2015، شهادة إدارية معترف بها، صاي معترف بها من عند المدير ومن عند حتى التلميذ، وراها كي يلقاني في الطريق يقول لي بارك الله فيك. انا الناس قريتهم هامو نقراو عندي في الليسي في 2015 نيفو تيرمينال، السنه راهم خدامين، انا مانيش كونتر الناس اللي خدامه، كان يقرا عندي سنه يدمجوه وانا مازلت نزيد نقري الناس انا اللي بيدمجوهم، على اللي نقري فيهم باطل، انا خدمت كاين سنوات خدمتهم باطل مازال ما خلصتهمش. 2016 خبره، 2016 2017 2018، هذه الخبرة تاعي 2019، الشكوى لغير الله مذلة ولكن بلغ السيل زوبة 2020، شهادة 2020، هذه مانيش أنا، هاو الكاش، هاو الكاش الأحمر أخوتي والأزرق والرو 2020 2021 2021، وكي نوصل عند الاكاديمي يقول لي لا ما خدمتش العام اللي فات، علاه ما خدمتنيش انا العام اللي فات؟ خدمني، عندي الاكسبيريونس، عندي الاقدميه، عندي الخبره، عندي كل شيء، عندي شهاده تاع التلاميذ اللي يعرفوني راهم يقروا، صاير راهم دخلوا يقروا، وانا وين حتى لي بارون ديلاف يعرفوني غايه باللي نقري، وانا وين نخدم؟ ويتا كاين ورا الملح، صاير راني في 30 عام انا، ويتا تخدموني في 40 عام، كيما سنه الا دمجتو وما درتولناش حنا الادماج، معناتها غادي نقارع منا 6 سنين 7 سنين باه يجي الكونكور، ويتا نخدم انا؟ هل هذا حق؟ هذا ظلم، هذا ظلم في حقي وحق الناس اللي كيفي. انا خدمت في الدواوير، خدمت في الغرسه، خدمت في النو، كنت نخدم باطل شي الخاصه اللي كنت نديها، انا حتى حق العام ويعطوني نص شهريه وكسيتيرا، وحده ولدتي عيطولك، وحده مرضتي عيطولك، واحد راح يعيطولك اكسيتيرا، وعندي 4 سنين هذه من العام عام عام عام، هذه خبره بلا الاستخلاف تاع 3 شهور وربع شهور وشهرين وشهر. هام الشهادات اللي عندي، بارطاجوا خاوتي هذا الفيديو وخليه يوصل للسلطات العليا باش يشوفوا باللي هذا القرار غادي يكون ظالم لفئه معينه من الناس، الناس اللي تعبت وسهرت ودارت مجهودات كبيره ومن بعد تسيب روحها مازالت ماهيش خدامه.
يا خاوتي الا ما عندناش الحق في هذه الجزائر، هذه الجزائر تاعنا كاع، الا ما عندناش حق فيها عطونا معليش عطونا ورقه خلونا نخرجوا من الجزائر هذه معليش نروحوا نخدموا برا. ماشي مش كاين الناس اللي يخدمونا، كاين الناس اللي يعتبرونا، كاين الناس اللي يعطونا قيمه، خلونا نروحوا عندهم. نزيد نخبركم حاجه، سجلت في السيت هذا العام اللي فات وسجلت السنه، قال لك الناس اللي كانوا خدامين يخدموا. العام اللي فات انا كنت خدام على ما تخدمونيش، والسنه فاني كنت خدام على ما تخدمونيش. السنه جيت رقم 12 ما عجبنيش الحال، الادماج جا في 2011 وانا تخرجت 2012، معناتها انا عندي الحق في الخدمه مانيش خدام. علاه صاحبي وصاحبك بزاف، انا على بالي بلي ما على بالكمش الفوق ما على بالهمش راه صاري تحت، راني خبر فيكم شرا صاري تحت، وانا مسؤول عن كلامي وعلى بالي شاني نهضر، لانني وصلت العظم خلاص، راني في 12 عام ماني ساكت واليوم غادي نهضر باسكو نضريت فوت 30 سنه ومازال مانيش خدام. لماذا لماذا هاد الشهادات كاع هاد الشهادات وما منديش الادماج، ما عنديش الحق في الادماج، ما فهمتش انا. اذا نتمنى تاخذوا طلبنا بعين الاعتبار وتشوفوا لازم الادماج هذا لازم يكون عنده اولويات منهم الخبره، قلتوا لنا لازم تكسب الخبره، انا عندي الخبره خير من الناس اللي خدامه، خادم مع 12 مدير، شحال من مؤسسه خدمت فيها، وخادم مع شحال من استاذ، في كل مؤسسه كاين 36 استاذ، وفي كل كلاس راه كاين 36 تلميذ، وكاين كل وين ما نروح نقري يعطوني 6 كلايس، يعطوني نيفو تيرمينال، بريميراني، قريت دوزيماني، قريت الأولى متوسط، الثانية والثالثة والرابعة، قريت الانفورماتيك، وقريت هندسة مدنية، وقريت الرياضيات، في الليسي وفي السيام، وفي لافا ما عنديش حق في الإدماج، لماذا؟ لأن تاع الأكاديمي دخلوا صحابهم، وكي تقول لي بلي راك هدرتك راها، علاه خدمني، خدمني، لأنني عندي الحق. خاوتي ماذا بكم بارطاجوا هذا الفيديو وخليه يوصل للسلطات العليا، وتوما الاساتذه المتعاقين انا شوي با كونتر، ماني كونتر حتى واحد، هذا ظلم في حقي وفي حق الناس اللي مثلي، كما تعرفوا الظلم ظلمات يوم القيامه. سلام.